مشاهدينا نتقدم للشعب المصري بخالص العزاء في شهداء الوطن الذين سقطوا اليوم في من جراء الحادث الإرهابي الأليم، حيث أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحادث الإرهابي بسيناء، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن. وأكد الرئيس السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها. نكرر على حضراتكم مرة أخرى البيان الرئاسي، حيث أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحادث الإرهابي بسيناء، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن. وأكد الرئيس السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها. هذا وقد أدان الرئيس عبد الفتاح السيسي الحادث الإرهابي بسيناء، وقال عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي إن أبناء الوطن من المخلصين ما زالوا يلبون نداء وطنهم بكل الشجاعة والتضحية، مستمرين في إنكار فريد للذات وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن. وأكد الرئيس السيسي أن تلك العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب. هذا وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لشعب مصر العظيم وقواته المسلحة ولجميع أسر الضحايا بخالص العزاء، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها. هذا وانضم إلينا عبر الهاتف الآن اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. سيادة اللواء، تعزينا لسيادتك وللشعب المصري في ضحايا الإرهاب الغاشم الذي ما زال يحاول النيل من مصر وشعبها وقواتها المسلحة. يعني باعتقادك ما الذي يستهدفه الإرهابيين الآن من هذا الحادث؟ طبعا كل التعازي لمصر كلها، وعزائنا يمكن واللي بيصبرنا ان دول شهداء عند ربنا سبحانه وتعالى. بيتم في سيناء من بعد ثوره 30 يونيو مشروع مهم جدا وضخم، هو التنميه على اختلاف مساراتها، سواء تنميه اقتصاديه، البعد الاجتماعي اللي فيها، وده بيخلي في استثمارات وفي سياحه، والتنميه بتسير بخطى متسارعه. الإرهاب هدفه مش بس إن هو يستهدف قوات مسلحة أو تمركزات أمنية وشرطية، لا، الهدف أيضا مشروعات التنمية، لأن مشروعات التنمية الحقيقة هي اللي بترجع الحياة لطبيعتها وبتخلي الاستثمار ينتقل إلى سيناء بصورة كبيرة جدا، وده حماية لسيناء وحماية للأمن القومي المصري في اتجاه الشمال الشرقي. وبالتالي كان العملية الهدف منها هو استهداف محطة لرفع المياه، ودي من المحطات المهمة ضمن محطة من المحطات، ودي جزء أصيل من مشروعات التنمية اللي بتتم. لكن الحقيقة كان في جاهزية الحمد لله من القوات المسلحة،
انا عايز اقوله ان دايما بيبقى في عمليه ارهابيه وفي ملاحقه للعناصر الارهابيه، هذه الملاحقه كلا الجانبين في مرمى نيران الاخر، حاجه من الاثنين، يا اما هيبقى في ضرب نار على الارهابيين ويفلتوا ويهربوا وبالتالي ممكن يعملوا عمليات ارهابيه ثانيه، يا اما يبقى مقاتلين الابطال يلحقوهم ويستمروا وراهم، وده هيبقى فيه خطوره عاليه جدا عليهم. وطبعا المقاتل المصري ما بيسيبش ارهابي، ده مبدا، لان انا لو سبت ارهابي هيستهدف اهداف اخرى او هيستهدف مدنيين ايا كان الثمن. فانا عايز اقول ان مفيش نصر بدون ثمن، يعني احنا الحمد لله الامن اللي بنعيش فيه، ويمكن العمليات دي شوفي حضرتك احنا بقى لنا قد ايه مفيش الحمد لله والامور ماشيه بصوره الحقيقه، لكن دايما نحن جزء من الاقليم ما زال الارهاب فيه. مشروعات التنميه الحقيقه الحمد لله بتسير بوتيره الحقيقه سريعه، فده هي هدف زي ما قلت لحضرتك، مشروعات التنميه هدف للاعمال الارهابيه. نعم، وما زالت مشروعات التنميه ستستمر جنبا الى جنب مع مكافحه الارهاب. سياده اللواء طيار دكتور هشام الحلبي المستشار باكاديميه ناصر العسكريه، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، نتقدم مرة أخرى للشعب المصري ولزوي شهداء الوطن بخالص العزاء، ونتمنى لزويهم الصبر والسلوان. شكرا لكم وإلى اللقاء.